السلام عليكم، مساء الخير خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير ثم الأهالي ديالكم إن شاء الله الرحمن الرحيم بحول الله. خوتي اليوم غادي نهضر استسمح اليوم غادي نهضر على اليوتيوبرز المغاربة ديالنا، أي مستعملين اليوتيوب، وهما بزاف موجودين بزاف. اليوتيوب اللي واحد الباب محلوله يمكن له اي واحد يدخل ليها، ولكن خصو يعرف كيفاش يدخل. اليوتيوب اللي يمكن له انسان يرد يكون عنده يرد موراه الربح، يكون عنده الدخل منه. اليوتيوب اللي يمكن له يستفيد منه ويفيد الناس. خصو يدير قناه، يدير واحد القناه في اليوتيوب، يعني خصو الناس يستفدوا منه ويشوفوا الفيديوهات ديالو ويعرف كيفاش يقرب من الناس. حنا في اليوتيوب ديالنا في المغرب كتلقى الاغلبيه ديال اليوتيوبرز مشكله، صافي ما كاين غير المعيور كيردوا على بعضياتهم في الفيديوهات، منهم مشاهير فنانين مشاهير اللي يعني معروفين كالدنيا بطمة وكا وكا وجودين بزاف، كيتعايروا في الفضاء الأزرق، كيتعايروا في الانترنت بيناتهم وكيردوا على بعضياتهم في الفيديوهات وكيجبدوا الأسرار ديال بعضياتهم وكيجبدوا. واش هذا هو الاستعمال ديال اليوتيوب؟ واش غير حنا عندنا المغاربة فينا هاد الشي هذا دايرين يوتيوب بلاصة ديال المعيور، بلاصة ديال الفوحان، بلاصة ديال التكبر؟ أنا قلت لكم بأن اليوتيوب عنده اليوتيوب عند هي فكرة نبيلة باش يعمل إنسان قناة في اليوتيوب، وتكون عنده بعدا الشجاعة باش يدير قناة في اليوتيوب، لأن ماشي غير أجي وديرها، خصك يكون عندك محتوى ويكون عندك أفكار ويكون عندك شي حاجة اللي غادي تهضر عليها وراها كاينة استمرارية. ديما خصو يكون عندك الجديد وديما خصو يكون عندك هذا بحال اللي قلنا، أولا كتجري على ثاني في التوعية والتحسيس ديال الناس، تهضر على مواضيع تحسيسية، مواضيع توعوية اللي يمكن لها توعي الشباب أولا النساء. مثلا النساء يديروا برامج ديال اللي كتعلق بالنساء ويديروا مسائل بحال هكا، يمكن تكون قناة ناجحة ومفيدة. حنا لقينا اليوتيوبرز ديالنا مقابلين المعيور والسبان والفوحان على بعضياتهم، كل واحدة كتبغي تبين الاخرى شنو عندها، الاخر كيبغي يبين الاخر اش عنده، يعني داخلين في واحد الدوامة غريبة اللي ما خصهاش تكون. داكشي ديال بحال داكشي ديال المراهقة الباسلة، داك المراهقة الحامضة كيعيشوا فيها ناس كبار اللي ما هماش قصيرين، اللي هما بالغين ادولت ريسبونسابل بحال اللي كيقولوا. قلت لكم اخواني واخواتي وخرجوا عاوتاني عصابات في اليوتيوب، كيحطموا القنوات اللي كيحطموا كيهاجموا قنوات ويحطموها ويحيدوها المواليها ويبتزوا ولا الابتزاز في اليوتيوب. يعني مؤخرا لقينا كنسمعوا كاين ابتزاز، قناه كتطلب الدعم قناه الاخرى، قناه الاخرى انا ما غادي نسميش ما نقولش الاسماء وانتم عارفينه، قناه كتطلب الدعم قناه اخرى كتطلب ليها الفلوس مبالغ ماليه. علاش ما يكونش بيناتنا ذاك كل واحد يدعم الاخر؟ هلا زعما كتخافوا عندك يوتيوب يتقاضوا ليا الفلوس وما تلقاش باش تخلصكم؟ زعما الا دخلت الى دعمتوا ناس اخرين يوليو حتى هما عندهم مساكن يكونوا محتاجين في داك الدخل حتى هما يولي عندهم دخل، كتخافوا باش يتقاضوا الفلوس؟ لا، اذا قضيه فيها غير السم والقلب كحل. كتبقى اليوتيوبرز بحال اللي قلت لكم شوما كاع دغيا نسات اللي داز عليها ونسات شنو دوزات قبل ما تكون في الشروط
المطلوبة ديال اليوتيوب، وراه أي واحد وأي وحدة كيعرف كيفاش تكيكمل دوك الشروط، وداك الحسرة اللي كتكون فيه، وداك القلق اللي كيكون عايش فيه مسكين نفساني، لأن باغي يوصل باغي القناة ديالو توفي الشروط، وباغي باش يولي تا هو عندو القناة ديالو غونطابل، ويولي كيكون عندو واحد المسكين عايش واحد. وملي طلبو الدعم قناة معروفة تطلب ليه تطلب ليهم مقابل، ومقابل ماشي قليل كتير. شوما هادشي اللي لاحظت اخوتي في اليوتيوبرز مغاربة مؤخرا، وهادشي هذا راه حشومة ما غادي ديناش بعيد، غادي يكونوا واحد السمعة مقودة علينا، لأن حتى البراني فاش كيدخل اليوتيوب وكيشوف كيلقى غير المغاربة كيعايروا بعضياتهم راه حشومة وعار حتى على السمعة ديال البلاد والسمعة ديال المواطنين بحال بحال سوا سوا. إذا خوتي اليوتيوبرز احترموا بعضياتكم ودعموا بعضياتكم، وحاولوا تجتهدوا في اللي هو مفيد ليكم، يفيد الوطن ديالنا ويفيد الجيل الصاعد، لأن راه عندنا أجيال كتفرج في الفيديوهات ديالكم، عندنا أجيال كتصنت ليكم وربما تبغي تقلدكم. إذا خصكم تكونوا قدوة، كنهضر مع اليوتيوبرز كاملين بنات وولاد، خصكم نتوما تكونوا قدوة للآخرون، حتى إلا قلدوكم يقلدو ناس معقولين، ناس عقلانيين، ناس حضاريين. هادي هي الملاحظة اللي كانت عندي إخواني أخواتي على اليوتيوبرز المغاربة ديالنا، وكيفاش كيعملوا بعضياتهم، واش كيديروا في اليوتيوب. صافي ما كيفيدوا حتى شي حاجة، مع احترامي لبعض القنوات اللي هي مفيدة، مثلا قنوات نسائية باستثناء كنصفق ليهم، علاش كيديروا عندهم قنوات مفيدة، ولو في الطبخ، الحلويات، في الخياطة، الحياكة، المسائل بحال هكا، وكتلقى عندهم قناة ناجحة، لأن داكشي مفيد، لأن داكشي كيبغيوه الناس. إذا الإنسان ميدير قناة في اليوتيوب سو ديجا يكون عنده واحد لاسيبل، واحد الهدف. وكاين الناس اللي كيكونوا عندهم قضية ولا هادي باغين يوصلوا الصوت ديالهم، ولا الصوت ديالو وديال شي وحدين بحالو، وكل واحد كيفاش كيستعمل اليوتيوب. المهم ديالنا هو يكون كيتستعمل في الإفادة وفي الصالح ديال كلشي، وكلشي يستافد منه، هذا هو الهدف ديالنا. بارك علينا ما نوسخو السمعة ديال المغاربة، بارك ما نحشمو نعريو على بعضياتنا لعباد الله. كتبقى مغربي كيعري الأسرار ديال المغاربة، مغربية كتعري الأسرار ديال خواتاتها وخواتها. حشومة فكروا بأن راكم ماشي بوحدكم، ماشي غابة هادي، راه كاين ناس كيشوفوكم كيتصنتو ليكم، ومنكم نتوما كيديو الفكرة على بلادكم، ومنكم نتوما كيديو الفكرة على المستوى التربوي ديالكم. إذن خايل أخوتي كونوا في المستوى، كنهضر مع اليوتيوبرز كاملين، كونوا في المستوى أخوتي وأخواتاتي، وحاولوا تخدموا على مسائل اللي هي مفيدة إن شاء الله، باش تفيدوا بها راسكم وتفيدوا بها المجتمع، خصوصا الجيل الصاعد، لأن خاصو التوعية وخاصو التحسيس. وكنشجعكم كاملين من المنبر الصاعد، كنشجعكم من قلبي، تشجيعات قوية.
السلام عليكم إلى فرصة أخرى إن شاء الله.